السوسي التربوي في الخانة، وأشكر الجميع لحضورهم انطلاق هذا المخيم الحضاري الأول. ويعني المخيم حقيقة يعني أعتبره بادرة نيرة وقيمة من طرف جمعية نهضة شباب بني نصار، وهي الأولى من نوعها داخل مدينة بني نصار. وكنتمنى يعني من هذه الجمعية أنها تبرع أبناء وبنات بني نصار بهذا المخيم، وكنتمنى يعني هذه فاتحة خير للمركب السوسيو تربوي ولأبناء بني نصار كذلك ولبلد جماعة بني نصار، لأن علاش أول يعني مخيم. وكنتمنى إن شاء الله أنه غادي يكون مخيم، ليس مخيم حضاري وإنما مخيم اللي غادي يعني نصبوا إن شاء الله فضاء لمركز لواء باش يعني الأطفال يعني يبقاو يستمروا ويباتوا يعني في المركب. إذا الشكر الجزيل لجمعية نهضة شباب بني نصار، والشكر كذلك لبلدية لجماعة بني نصار اللي دعمت كذلك هذه الفكرة، والشكر كذلك للمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة اللي تعذر عليه الحضور في انطلاق اليوم الأول للمخيم. إذا والشكر الجزيل كذلك لجمعية هامونيد للتنمية اللي حتى هي بادرت يعني في هذا المخيم وشجعات يعني انطلاق هذا المخيم.